ومدينة طنجة يعني كتميز بهذا الفضاء هذا ومعروف على مستوى الوطني ومعروف يعني في هنايا في النواحي ديال طنجة، وكيشكل واحد الوجهة سياحية بامتياز لفائدة الساكنة ولفائدة هذه البلاصة. المهم اللي كاين هنايا هو انه كاين واحد النوع ديال الامان، كاين واحد النوع ديال التنظيم، وكاين واحد الماتيريال اللي كيستافدوا منه جميع المصطفين على قدم المساواة. وشكرا. النهار ديالنا اللي كان مزيون بزاف بزاف من نهار باك، اللي كان بزاف ديال لومبيونس هنايا، وتبارك الله علينا الميتناجر عملوا الخدمه ديالهم اكثر من الخدمه ديالهم، وكان فعلا الويكاند مزيون بزاف، وكنعاودوا ان شاء الله المجيه المره اللي جايه ان شاء الله. اكيد هنا احسن من البحر، البحر ما فيهش الميتناجر بحال هنايا، اللومبيونس ما كايناش بحال البحر، بزاف د الحاجات موفرين هنا اكثر من البحر. كنفضلوا نجيو بيسينا احسن من البحر. مع هذه الحراره اللي موجوده وبلايات دائما عامرين بحوره دائما عامرين، كنجيو لهذا المنتزه هذا ديال منار بارك مزيون، فتح الانشطه، عاملين كل حاجه ديال الترفيه، كنضحكوا كننشطوا كنمشيو نشطانيو ومبدلين الجو. وشكرا على هذه الامسيه اللي كيدوزوها معنا، وشكرا على كل حاجه كيعدلوها معنا، وهذا الفرحه اللي كيدوزوها وابتسامه اللي كيخليونا نبتسموا مع بعضياتنا هنا. شكرا بزاف. احنا من مدينه وجده جينا للفضاء اللي شنقول لك يعني فيه الانيماسيون، فيه لي ميتر ناجور، اهم حاجه الامبيونس هي اللي عجبتني في منار بارك، تري 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 مانيفيك، الحراسه، الامبيونس، الانيماسيون، داكشي واعر. بالنسبه لهذا الفضاء هذا كيتعتبر واحد من احسن الفضاءات اللي كاينين في الشمال، حيت يعني فيه سيكوريتي، فيه الناس اللي خدامين هنايا لا عمرها دار، كيتعاملوا يعني كاينش شي واحد اللي يقدر يقول لك ما تعملش هذه ولا ما تعملش هذه، بالعكس هنايا كاين سيكوريتي كل 3 متر 4 متر كاين واحد السيكوريتي، واحد الليهن وواحد الفوقي كيشوف كل شيء. يعني شنو نقول لكم، مزيان. انا كنجي من ازايلا، كنجي انا والعائله ديالي هنايا كنستمتعوا بالوقت ديالنا، يعني ما كاينش اللي ادينا، ما كاينش اللي يهضر معنا، ما كاينش يعني مزيانه بزاف. منار بارك مزيون، كنجيو فيه مع العائله، المهم هو فضاء زعما مزيون زعما السياحه وديك الشيء، كنجبروا فيه الراحه ديالنا، وفيه انيماسيون، فيه العاب، وفيه زعما كلشي. هذا الفضاء هذا زوين، كنجيو له حنا من مدينه قصر الكبير، كنجيو له كل عام تقريبا، فيه هذه الانشطه زوينه، واحسن من البحر. البحر مثلا كيكون هذا الريح بحال هكا، كيكون فيه الرمله كيدير الريح مثلا كيدخل لك لعينك، هنا ما كاين والو، كاين الربيع. هذا البارك هذا ناضي، وكنصحكم تجيو له. قضيت اجازه حلوه كثير بمدينه طنجه، الشواطئ روعه، شواطئ نظيفه رمليه، المي نظيفه، الشعب مضياف، استمتعت كثير بطنجه، انصح الجميع بزياره مدينه طنجه. جو رائع، الأجواء جميلة، المنظر خلاب، ألعاب متنوعة، أهل المغرب مضيافين، استمتعت جدا في المغرب، حسن الضيافة، شعب مزيون بزاف، شعب طيب. جينا من بروسيل الحمد لله، جينا نحوسوا في طنجي ما شاء الله، ها البزوز، وهذاك البارك زوينة، فيها الناس ما شاء الله. نكملوا لي فاكونس هنا وبقى ندخلوا الدار شوفوا، وخل على المغرب ان شاء الله. مشينا لهي فهي لي طوبوغون، مشينا الحمد لله هنا طاع البزوز هنا، استنى شويه اسمح لي شوفوا، ومازال نحوسوا، مازال بقي نهودوا في الليل لطنجة سونت، مشينا نحوسوا شويه، مشينا ناكلوا الماكله زوينه الحمد لله. كنجيبو وليداتنا الحمد لله، الامور مامنه سيكوريزي، العاب في لي نورم مونديال الحمد لله. ايوا بصحتكم ومرحبا بكم في طنجه. صراحه مريح وبيان سيكوريزي، وما كاينش كاين الامن بزاف. المهم صراحه الله انيماسيون ايتو داكشي بالضبط. فكما نلاحظ نحن نتواجد بالمنتجع السياحي المنار بارك،
هذا المنتجع السياحي المتعدد الخدمات. كما تلاحظون اكوا بارك، اكوا بارك بون ان بو بري 18 توبوغون ديفيرون مزحلقات المائيه اخر ما يكون كذلك. فهذا المنتجع كما قلت يعد من احسن المنتجعات السياحيه بالمغرب، فهو يمكنني نقول كيقدم خدمه هائله للناس ديال طنجه en particulier et tous les Marocains et les MRE bien sûr les Marocains résidant à l'étranger en général. Voilà, مرحبا.